هل السياق الحالي يبرز أيضا أن إفريقيا والأفارقة عموما ملوا من مخططات رعاية الانفصالية والجماعات المسلحة وغير ذلك؟ من يبيع لهم ذلك اليوم؟ هم لا يشترون مثل هذه البضاعة. من يبيع لهم الانفصالية ومن يبيع لهم الجماعات المسلحة ورعاية التقسيم وغير ذلك أصبحوا لا يشترون هذه البضاعة. تغيرت إفريقيا، تغير المنطق. فعلا هناك يجب أن نفهم شيئا، ما مجموعة من المعطيات الطبيعة الإفريقية. هناك كما أشار إلى ذلك السيد وزير الخارجية يشير إلى مجموعة من المعطيات التي هي واقع، مثلا الاختلاف الطائفي، الاختلاف العقائدي، النزعات الحدودية التي تركها المستعمر، ضعف. هناك مصطلح ظهر سنة 1962 فيما يتعلق بالدول الفاشلة. لماذا قلت تطوير العمل المؤسساتي؟ لأن إفريقيا الآن تحتاج إلى مؤسسات تعبر عن القاعدة المجتمعية. هذا التجانس ما بين ما هو مجتمعي وما بين ما هو مؤسساتي وما هو اقتصادي سيجعل هذه الدولة، هذه الدول في منأى عن التدخلات في شؤونها الداخلية. وكما نعلم أنه في المنظومة الدولية إذا لم تتوفر لديك هذه الإمكانيات هناك ثلاث سيناريوهات: إما ستعقد تحالفات على المستوى الإفريقي، وإما هناك سياسة التبعية المطلقة، وإما هناك سياسة الحيادة.